فرهاد؟ أصلي كيفك؟ أنت شو عم تعمل هون؟ مكان ما قوصتي علي. تعرفي؟ أنا خطفت أوزجور. أنا قتلت أخوكي. ورحقت لك انت. ها؟ بعد لا تقتله. لا جنيد بعد. لا تقتله. فرهاد جليدة قوم معي يلا. وهلا انت رح تمشي بأدبك وراح تدلني على مكانك وراح خليك تشوف أوزجي إمتى ما بدك. عيني راح تكون عليك دائما. أخي أنا هون ببيتي ومرتي وبنتي وحياتي هون كمان. لا تزودها. بشي يوم رح تعرفوا انه انا بريء ومالي ذنب ورح اثبت لكم انا هالشي هاد ورح تعتذروا كلياتكم مني. ولك كلب لك حتى لو كنت صابونة فما لك رغوة.